زوج زوج ثلاثة اوه الرجاء ليتس جو هو لو استعاش طوال صاد شوف بس اهرب واحد من هنايا هو رياضاز برايو اصبر ولكن الدراري واش ندوي على برايو برايو واش رضا هو هذوك اللي كتكون كتفرج في الرياضيه وكيبين لهم في التريبيون كاع كيدير الظلم عاد داك الظلم داك المسجد اللي كيبقى يحضر دي يكونوا واقفين بحال هكا كيديروا صح خصنا إيكيليبر خصنا إيكيليبر خصنا إيكيليبر وري 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 الكاشكو وري الكاشكو وري الكاشكو صلاح صلاح إيكيليبر إيكيليبر يا صاح بغيت كل واحد فيكم يهضر لي على الأوتفيت ديالو غنبداو من أمجد عرفتي لكتوني بغينا نشوفو ما وراء الكواليس أوكي أنا نبدأ لا لا أنت على أنت والله خرجت ميسي أنت خصكون ميسي أنت والله خر أنا أخوتي أنا واحد إنسان عايش في ألمانيا وكنحس بحب الوطن فعندي درابو ديال المغرب باش نشوفو نعم الأوتفيت ديال المنتخب زائد عندي الراجع حيت أنا رجاوي وانتوما وعندي اللور واحد اللعاب اللي ناض يا الصاط والله تا 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 دري دري اوبينين ديالي اتوني دراج دري باس صراحه شكون ولا نصكم دري دري هذا هو اخر سميت هذا هو اخر توني دراج هو اللي اختار هذا الصاط رجل ها شي حاجه الاخر بس صبر ناخذ راي ديال الوداد كي جا كتوني اخي وداد زوين با مول كاين واحد لي فون قال وما حاملش ولكن باك ما ساليتش باك ما ساليتش تنجي ندوي على التوني ديالي نجبد عليكم تاع شنو الحال دري شنو الحال توني الحال وصافي شفنا كلشي كحال اللوغو في الذهب يا صاحبي واش نتوما خديتو كمل واحد جا خايب دوز سلمان سير سلمان سير والو اوتفيت ديالك سلمان دابا كيفاش دابا انت واش مدريد ولا الراجا اشرح لينا بجوج الصاد راه يمكن لك تكون بجوج رجاوي مدريد فلسطيني راجعوا فرصة مدريد على مدريد كل شيء بغينا نديروا ديك اللعيبه ديال امجد ورايضه لابسين راجا وداد فهمتي رايفلز وانا وصلاح لابسين مدريد بارسا غير هو انت تمشي شي عذر كان روح الراجا وخرج ليه فهمتي زاد من غيز زاد يا درابو خديته من التيران من حدا التيران ب 25 درهم هذا ايش هذا اشاب هذا يدار عليه الفيلم هذا يدار عليه السؤال كامل انت هذا انت فاش كان سكوادرا باقي راجع باقي ما تشدش ديك الساعه ديك الساعه انا فين كنت راه جاوي فلسطيني فهمت كنت كنخلص قر في اللوز باش نمشي للتيران انا فيه بحال هكا 40 سنتيمتر في الطول خرجت راجع ستور وكنت درت بوم اول تيم مغربي يدير ستور ايه الستور يلا كانوا خرجوا واه الستور كانوا كاين بزاف المغاربي يديرين ستور ديالهم وهذا راه دابا حد الان راه قليل اصاحبي كان دار راجو وداد 180 درهم باش خديتو من راجو اصلا اوف بلا بلا انا نشوف انا نقول حاجه وحده الاوتفيت ديالي وراه يد عنده بزاف ما يقول نقول حاجه وحده ما ندويش تاع شوف وي 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 طلع شويه طلع شويه طلع شويه توني ميسي ميسي لا 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 شي كيورينا الدور دابا كيورينا الدور عندي واحد السؤال اللي باغي ما عرفش السؤال كان 2009 فاليد بزاف واش ميسي 19 هادو 19 ايه لا صاحبي غير ميطاسي وخاطر ميطاسي طيب شنو مرة هنا هنا واحد اللوغو ديال اليونيسيف شمس حاجة مقادش لا التوني قديم هذا خديته اول توني كان خديناه صاحبي العود قالك عندي واحد توني ديال رونالدينيو صاحبي في البارسا وكان جديد صاحبي داك المخطط اه المهم دراري باش ندوي لكم على اوتفيت كاسكيطة الوداد باقا عندها نجمة فهمتي باقا نجمة باقا زوينة اشارة فريميجو تا انا خديته من التيران ولكن ما كنظنش 25 درهم كنظن شي فريميجو بوجي حرابو الكيف فريميجو فهمتي انا خديته من الكرياج اه نيفو انا ما كنوصلش تما كاشير قبيح انت اخو قبيح هاد توني لابس بريوا درت الابحاث ديالي لقيت انه توني ديال 2006 وفري كانت في ديك اليونيسيف وتمسحها اه نايس ناد 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 والبارسا ما عندهاش نجمه الصاط ما عنده والو عند الله كريم هذا ميسي شادي مجمع انا جسد دري دري كي جاكم تشوني من الخرد الوداد وحده كبيره وثلاثه عرفت السينيفيكاسيون ديالها دوك امجد اه البطولات واللعيبات وكذا وهذه ولكن كل البطولات واللعيبات هذيك هذيك كاس العرب كاس افريقيا كاس الانديه ناري بري واسط عرفوا انت كاس افريقيا كنترولي الدراري باش نضحكوا الدراري هادو اللي تحت الوديين هادو اللي تحت الوديين اصاحبي امريكا قال لك كنترول ديال امريكا عرفتي داك الدوري انتي فيه خليك عليك بالاوتفيت ديالو خليك كمل كمل اخويا كي جاكم تشوني الاخر ديال الوداد هذا هو الاخر هذا الاخر ايه هذا الاخر ما كيتبدلوش لا لا والله حتى الاخر شوف دابا انتم عندكم تونيات الاخرين وحنا عندنا التوني ديال 2016 دابا كيصلح
شكون يا جورا دابا عرفتي علاش العملود؟ لا العملود الكميات ديال اللعابه ديال البطولات عرفتي علاش العملود؟ حيت هو اللي عاونني باش هبطت في التيران كذا تيشيات راه قالوا لك واحد البلاصه صافي هبطتي للتيران قالوا لك بلي وسخت لهم الكازو وسخت لهم الكازو صاحبي دابا بسببي ما لعبوش في كازا واه صفر هيد لاين هبط للتيران تكرشت عليهم اصاحبي وبلا ما والو راه هذا واش شو سلم عندك داك لي شارت مزيان دور على كم خلي ريال لي وي قولوا لنا الفرق اللي كتسجل انا ما كنتفرجش في كره ما عنديش مع كره مي حتى الراجا كنقول الراجا ولا كي راه ماشي فهمتي الراجا امجد واحد السؤال الجوي انا اسمع كيفاش انت الصاط واحد الانسان كبر في بزاف ديال المدن وبقيتي كتحول من مدينه لمدينه علاش فوكسيتي لا في ليونس ديال خوتي في ليونس ديال خوتي كان دي خويا راجا وخويا ويدادي دونك اختاريت الراجا صح عندك داك لو شوا صح الخضر ديما نخسر واخا الراجا تخسر لا انت عاوتاني راجا بابا كنت نعرف قنيطره صات اسمع كنت في قنيطره وكان عندي تونيد الكاك الكاك قنيطره عندهم الكاك على واحد الكلمة الكاك صار اسمع اسمع على هاد الكلمة اللي جايك عليها ومن قنيطرة ما جلستش فيها بزاف ومن مورا عاوتاني رجعت لكازا وكان كنت واحد النهار لبست داك التوني ديال الكاك جيت بيه للمدرسة اللي كاينة في كازا شدوني واحد الجماعة ما عقلتش شنو الانتماء ديالو ما صار الانتماء وبقاو كاع ليا هاد الكيكاوي هذا ولك صغير الكيكاوي كيك كيك داك النهار مشيت حيدتو داك النهار ما عاودت تهز شنو بغيت نعرف البلان ديال السؤال اللي زوين بزاف ديال انا فراكك تتشجعوا امجد منين انت يا الراجل شنو تتشجع خارج المغرب بيرجيكو ماتو خلانا ونحموا على الخضره والصاله برا المغرب انا ما عرفتش انا عام مدريد حيتش رونالدو صراحه كان رونالدو ترى صات واحد الجانب مني كان شحال هذه كنت تتبع رونالدو اي فرقه مشى لها ولكن لا صات ولكن دابا صات السيتي دابا سيتي صافي هادشي 4 سنين راه سيتي دابا راه دريم تيم صافي عرفتي سيتي دابا راه لا يمكن مابقاش كنتفرج كره بزاف يا ولكن كانت اي ماتش كنشوفهم متلاعبين تيكونوا الصاد راه سيتي دابا عندهم راه فهمتي راه كلوز تو بيرفكت دابا عندي سؤال واحد الصاد حتى انا كانسان زرك في كره واش هاد هالان من ديما روبو ولا تل دابا لا بحال من راه كان من بعد ولكن صدق الماركه نصر بيه ماركه بزاف ولكن كتشوفوا كل عام الصاد كيدير شي لعبه اللي الهرب على الان ولكن اصاد علاش دابا بالضبط فين كتسمع عليه شي حاجه اللي ما عمرك سمعتيها عليه حيت داكشي كان كيديروا في واحد كانوا قال لك كيلعب في سالزبورغ وقال في النمسا يعني ليغ عيانه واخا دير فيها شي حاجه راك ما تعبرش حاجه كتلعب مع بنادم زعما ليغ ابغريد ابغريد البونديس ليغا اللي هي حتى هي ماشي شي حاجه ولكن دابا صافي كيدير داكشي في احسن ليغ في العالم في اصعب ليغ اكثر ليغ كومبيتيتيف في العالم يجي على اليونايتد كيضرب ثلاثه يجي على الاخرين يضرب جوج يا فهمت جات شنو الفرقه ديالك اسلم انا ما نعرفش على راسي وانا صافاش كتسول ما نعرفش على راسي وانا راجاوي ريالي واحد الوقيته واحد البيريود فريمون كنت كنتفرج في الكره بزاف ما كنزكل حتى شي ماتش ديال الراجا ولا ديال الريال وكنت كنمشي للتيرا في اي فرصه كنقدر نمشي ولكن في هاد قول من كورونا الفوق بحال اي لوست انتريست في الكره ما بقيتش كنتفرج بزاف مي باغي كنتبع النيوز انتريست الفكره ديك البنات تيقولوا اي سمع عليهم كنتكم سارة شي مرة تيكون مريح معنا في قهوة تيبان ليا داك الكوتي ديال البطاطا ديالو تيخرج وتيبدا يولي يتنمر على أي واحد تيقول شي لعبة تيشوف شنو أنت صلاح شنو فراك لي والله السؤال هذا دوك الشراف اللي كيشرب القهوة تيسجعوا لي على فراقي ولكن أنا كيعجبوني دوك الفراقي اللي ماشي أندر جراوند ولكن هما هذا باش يكون ناروتو ساسكي زعما الثاني مثلا في طاليا تعجبني لانتر استفاليون كنت تبني لاتليتيكو بروسيا وبعد البراج نتفرج في ليون ديك شي مهم كنت كيعجبني سبورت ديك الفراقي التانيين باش كنت كيعجبني فاش كيديروا فاش كيديروا ديك الفراقي نتفرج في ليون ليون نتفرج في ليون انت قلتيها مارسلي بعدا قلتيها لوين لا ليون صار ليون كومهم تيخسروا مشكل معاهم ديباي جار هذا انا سات الوداد من سكري العائله وكذا وداد انت ما رحتاش ولكن الدراري ما سولتونيش واش راجعوا الوداد راجعوا
على صافي تاوي داد كنت في فلسطين و كنت دابا كنسجع راه جوي داد بجوج صافي لا لا شوف دابا لا 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 ما كاينش لا دابا انت كنسجع راه جوي اصلا عندي اصلا قالب ابوني عند بنادم صافي سؤال سهل سؤال سهل لعبوا راسك الزويده مع من تكون ها هو غنتفرج فحالك غتشوف هذه الهضره ديال لغه الخشب ولا كملتي بحال هكا غادي نجريو عليك من هاد القهوه ما تقولوا عليا اخو نجريو عليا افضل نجري عليك ديكونك نائم جد ديكونك المهم انا بعدا الذاكره ديالي فيها راجع اكثر من الوداد حيت كنت راجع هو صغري كامل بصح انا عمري سولتك هذا السؤال ولكن غير فاش كن ما عرفت غير من داكشي اللي كديروا مع هادشي بعد المرات كنجبدوا شي هضره بحال هكا قلت راجاوي يا ثاني ما عرفت عنده بروفيل دراجي كانت اللعيبه ديال حق بجوج هذه راه ما كايناش حق كحلب يلا لا صافي انا صراحه لا تنتفرج بزاف الماتش هاد الوداد بلعب مع فراقي بعاد على الراس واش نتفرج فيهم تنتفرج الوداد صراحه انا ماشي داك انا صراحه ماشي من داك النوع يا ثاني عادي زعما رسيم انا غير لك الديربي حيوز واحد انا لك الديربي مع الراجا صافي هذه باينه ولكن انا اصلا اللي ما تحملش هي انه مثلا الراجا تتكون لعبه ضد شي فرقه واحده اخرى تتربح الراجا وبنادم كيبقى يصيفط ليا شوف الراجا عرفتي داك كيلوح واحد حيت دابا انت حيت عندك الاودينس ديال داك الشيء فهمتي ولكن اللي ما فاهمش هي انا راه ما عندي حتى شي مشكل ان الراجا تربح ضد شي فرقه اخرى انا راه كنخاف فيك تفرج فيك تلعب ضد شي فرقه خارج المغرب راه تشجع الراجا لا ترى دابا نسولك السؤال واش كتستراك لانك تلوح فلوقات على الوداد مع الراجا وين شنو يقولوا لك ولا شاي واش كيبقى شي مشكل في هذا الشيء ولا لا لا صراحه لا ما كنت كنتسنى انه يكون مشكل ولكن صدق ما كاينش مشكل اكثر من المشاكل اللي طراو كان غير هادوك اللي كيتفرجوا مثلا في الودادين عاجبهم الحال كيشوفوا فلوقات الوداد وكنلقى حتى شي راجاويين عاجبهم ديك الاجواء اللي كيكون لومبيونس اللي كيكون ديال التيران زاد وتتفرجوا هكاك حيت ماشي من داك النوع اللي فين غندخل الفلوغ غنبدا ندوز لك مثلا كنصور انا شي واحد في التيران كيبدا يسب في الراجا وكذا وهذا كنطلعها في المونتاج عادي حيت ما بلانش ما جايش انا باش نصور داكشي ولا ما جايش نصور الكلاش وهادشي ما كتفهموش بكري عرفتي انا فاش بحال هكا دابا انا فاش كنت صغير اصلا كنت واحد الميكرو بحال كنت بحال ما كداك النوع هاد البراش دابا اللي كاينين دابا ديال ويدير انا العجاوي شد شي ويدادي نطق هذا بحال ما كنت ولكن فاش كتكبر واحد الشويه وكتولي تفهم كتقول اشنو علاش اصاحبي علاش دابا الوداد فاش كتكون لعبه في العصبه ولا شي اي حاجه راه ما كتبغي تربح اصلا حشره مثلا انت الديسك اللي كيكلاشو اسمح لي سلمان حتى اللعبه ما خاصنيش ننسى هاد الديسك مثلا الديسكات اللي كيكلاشو فيهم الرجاويين وكذا وهذا كنفضل انني ما نصورش بنادم تيغنى ولا ما نصورش راسي انا تنانجوي داك الديسك ولا ما نصورش لومبريس في الصطاد بين ما كاين داك الديسك هذاك مي اسنا اللي كنبغي انا انني نصور الوداد غير حيت هي الفرقه اللي تنشجع و صايب صراحه اللعيبه صات عندها كوطي بوزيتيف وكوطي نيجاتيف صراحه دابا ديك الرايفالري خاصها تكون ياك زعيم احسن لي رايفال اللي كيجوني انا صات ولكن عاوتاني ماشي لذاك الدرجه ديال راكم عارفين انا صات واحد العيب ما كتعجبنيش صات تنموت هذوك البلان صات انا بعدا حيد داكشي حيد واحد البلان انا من نهار غفلت على كوره اين فوا غفلت على كوره زعما راه جوي كذا بداو تيخرجوا دوك اللعيبات ديال كاع الصراط راجل ماشي وداد علاش البلاصه شحال هادي ما كانش حملش هاد الادل هاد الشيء ما كانش شحال هادي الصراط كان تيقولوا راجاوي هذا هادي ودادي كذا 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 ولكن ماشي بحال هكا كاع الصراط راجل كلشي حتى دوك اللي مفروش فهمتي انا اللعيبه ماشي معاه صراحه ولكن زوينه ديك اللعيبه ديال يكون طرات الفوضى كذا كاين واحد بنادم كاين واحد الفوضى هاد اللي الزابري فيها الصراط عرفتي راه كاين شي وحدين كيكتبوا كيجبدوهم في اي كونتاكت كتلقى مثلا شي فيديو كيهضر فيه على واحد خونا ربح اللوطو وكتلقى في الكومونتير واحد كاتب كاع الجراد ولا تنخرج نسول بنادم على شنو الراي ديالك في مثلا شي حاجه باين شي واحد من اللور بدي يغوش شي واحد يقول لي اخويا شنقول لك كاع الجراد راه راه عرفتي شنو هو صاد تيكون كيدوي في شي لعبه لا علاقه تيدوي تيسالي وكيقول صافي هو كيدوي كيسالي بحال هكا وقال صات علاش دابا انا غادي راسي انا عندي راسي واحد من هادوك صات هذاك بحال قلت يا صات خوتنا كيحسوا بهذا الانتماء ديال شرف الانتماء لهذه دابا الخيبه ولكن صات خوتنا تالمون فيغ انه بهذا الانتماء ماشي الانتماء هذا هو البلان كيبغي وسط صافي نتوما كاملين ما فاهميش الحياه ولكن انا بغيت نشوف مثلا شي براني يشوف زعما الكازا من الفوق ويشوف داك الكوتي ديال الوداد الكوتي ديال الراجا ويشوف بحال هذاك الشيء راه كيجي كل عام فاش مثلا فاش كتكون حتى شي جمهور ما بويكوتي الماتش ولا حتى شي فاش كيكون بجوج حاضر كلشي مثلا غيدير شي فوق كلشي غيكراكي كلشي راه صافي كيجيو لي بريس من جميع كيتو من البرازيل من اوروب من كلشي
باي دو دري اون طونطيس هذا فاكت الجمهور المغربي احسن زعما ديال الراجل الوداد احسن الجماهير في العالم راك باغي ندوي صاد شراب قال الانترا ديال المغرب ولكن على ما عارف انا انه راجل وداد كاين في المغرب كامل ماشي غير في كازا تما الجمهور ديال راجل وداد انا راه كتشوفهم قبل هذا العالم كامل راه كتشوفهم في كيربحوا شي كوب ولا شي لعيبه راه كتلقاهم في باغي كتلقاهم في الطاليان كتلقاهم في شي لعيبه لا هاد اللعيبه بحال قلتي دابا الراجل وداد حيت ديجا كثار غادي تلقاهم ايفريوير ولكن حتى ديال مثلا الجمهور ديال مراكش اسفي فاس بلا 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 غادي تلقاهم ايفريوير ولكن ماشي بنفس دري انا دابا جاني واحد السوبر باور قدرت نعرف لي كومونتير ديال هاد الفيديو هادي طيب واش بان كيخشي الاخر في الفيرتشي واحد السوبر باور كيزوم في السين وكالسه في الدار وكتسب الصاد حيت شي لابس كاس كنعطيها هادي الوليدات الرياض هادي الوليدات واحد مشى اختار يشجع هاد الفرقه واحد لاعب واحد لاعب الصاد دابا انا في المانيا كنقرا في واحد المدينه هاد المدينه هادي الصاد راهي لكتي الصاط راه الهرب عندي واحد صحابي من الجرين بويز وكاين واحد الريز جرين بويز هما الاوترا ديال الراجا كاين الصاط واحد لو ريزو ويلي في المانيا ما عارفينش ما عارفين الصاط راه كاين واحد الريزو ديال الجرين بويز في المدينه اللي كنقرا فيها المانيا وات ذا صاط سمع الا كنت ليك الا كنتي انت من الاوترا ما تحير لا فكره ما تحير الصاط خوتنا دغيا يدبروا لك هكذا دغيا يعاونوك كاين كذا تيعيطوا لبنادم داكشي علاش امجد جبتوني قريب شوفوا الدراري شوفوا هذه شوفوا هذه كتلقى امجد السيمانه اللي فاتت كيكتب لها معافاكم كنقلب على الفكره هنا كتلقى امجد برودويات الدراري الصاط ملي كنهضر معاكم بنيتي الصاط غنوريك التصاور كاين التصاور الصاط ديال جرين بوي الصاط راه الهربه كيشع تيفو الصاط خوتك كيتمشوا في الزرقاء كيدايرين تيفوات ولعيبات راه الهربه انتما انتما ديجا جاتكم لوكازيون انكم تلعبوا كره ولا تقيدوا في شي كلوب ولا شي بلا معايا انا فين معاكم كاملين انا كنت كنترين في الراج حتى انا كنت كنترين في الوداد شنو كنت كنترين في الراج ديال الولفه رجاء الولفه رجاء الولفه انا دريت تيم باسكت ماشي تيم كره كاع انا وديك كنت الوداد الباسكت لا انا كنت كنلعب باسكت اه بلاتي عرفتي فين تريني هنايا باريس سان جيرمان او نيفو عرفتي هادوك الناس اللي كيكونوا ساكنين في كازا عرفتي كيكونوا ساكنين في المغرب وكيمشيو يترينيو في شي فرقه اللي خارج مثلا البارسا جيفونتيوس لاسونا عرفتي تيهربوني يا صاحبي كيفاش دري عندك واحد تيقول لك تيقول لك تيترينيو على لاسونا واش كيفاش عندك واحد السؤال واش دابا عفاك امجد قبل ما ننسى البلان هذا سلمان مثلا كتكون تريني مع بي اس جي الا ساليتي داكشي ديال كلشي دوزتي مزيان تقول لي شنو هو البورسونتاج بانه يصيفطوك صاد لي زاكاديمي ديال كاع الفراقي في العالم الكبار بحال مثلا باغ اكزومبل باري شحال كاين من دوله في هذا العالم اخي ديالي 198 دوله ولا ما عرفتش شي حاجه كاملين فيهم الكلوب وكاملين فيهم لي زاكاديمي واش انت كظن بانك احسن من كاع هذوك اللي كاينين في هذوك الدول الا كنتي لا غادي تمشي تايف واحد البرازيلي واحد البرازيلي ديما تجي ياكل كيتويها كتلقى عنده 6 سنين وكيدير لك جوج خاويات في عامرات بيرجليه ويديه ونيفو اصلا تقول لي انا راه كنعرف السبونطري واش متفقين ان البرازيليين هما اللي كيفري ستايلين في العالم البرازيليين هما اللي كوره دابا الامل انه ستاد شو دابا كل واحد من اسيا كملنا وكل واحد من البرازيل كيعرف يلعب كره دابا الى دري زاد زاد من المغرب ودري زاد من البرازيل هذاك واير على هذا اوتوماتيك هذا هو السميه مشات عند الدار اللي هذوك اللي كيتهادو كل واحد كيكون المصير ديالو معروف صافي هذا البيست اوف ديال رونالدينيو والساط راه رونالدينيو انا كيرياكت عليه لا تفرش هكا صات فيديو في 10 دقائق وانا خصني نمشي الناس حيت فايح مع 6 الصباح وثلاثه كتكملوا هسه كتخرج رونالدينيو لا اللي ما كيبقاش يزر لكم دوك الفيديوهات ديال راندوم ديال الكره كيتجرك تبقى تفرج في 30 دقيقه ديال الكره وخا انت شايف داكشي كامل كتلقى واحد سميتو الي توب هذا الفيديو اللي كيهضر عليه امجد اللي تفرج فيه تفرج فيه انا متاكد بانه نفسه غير هو انا تفرج في اي شو سبيد كيتفرج انا كنتفرج في اي شو سبيد كيتفرج في رونالدينيو كيرياكتر تقول لك توب جول تكون تماركا وكون مع شنو توب جول تكون تماركا وكون مع شنو كتقلب ليا فيها الشكور ديال هاك اكتشفت البارح في المينياتير عندك شي كيديرها البارح واحد الكونسيبت ديال كاينين دي شين سميتو ميسي ذا كينغ هالاند رونالدو كذا وكيبقى يبوستي كليبات وكيبقى يلعب واحد راه لا عرفت شحال داكشي شحال فيه راه كاين لاكسي شفتو البارح انا بلاتي كاين وكيدخل واحد امريكاني حياته كامله باسكت تقول
امريكان باسكتبول بلاير رياكت تو ميسي صافي كيدخل لك شي مع شي صافي سؤال سؤال شكون هو شكون هو اللاعب اللي بالنسبه لك انت لو غوت الصاد من غير رونالدو ميسي ميسي غوت لا لا اسمع ما نقولش غوت ما نقولش غوت نقول شكون هو اللاعب اللي بالنسبه لك يعجبك تفرج فيه واعر كيجي سمع عزيز عليك ولا شنو يا واحد اللاعب عزيز عليك ولا كذا كنهضروا اول تايم ولا كنهضروا انت لا ما واش دابا ولا شحال هادي ولا الوقت كامل اه لا واش واش ديجي ريتاير وكذا اوكي اول تايم شوف خلينا نقولوا اول تايم خاص فكر يقدر يكون شي واحد جديد يا راه كنفكر ولكن غير رونالدو ميسي حتى بالنسبه لرونالدو ميسي راه دار واحد قال الجواب الاول انا عندي جواب انا عندي الجواب انا عندي الجواب نقول نيمار اصلا نيمار ما يمكنش ما عادش كيجيني هسات كيدير شي حوايج الهربه وقليل اللي كيبغي يتفرج بحال داك راه قلت غير رونالدو ميسي غير رونالدو ميسي حيت رونالدو ميسي بالنسبه لي انا راه طلعوا فوق الجيم يعني صافي هذا هو البلان قلت لك نيمار ما عادش كان عنده واحد البوتونسيال باش يقدر يكون هادشي هذا هو البلان كان عنده واحد ماشي كان عنده حتى دابا باقي صراحه عنده كي واحد ليامات واحد لابيريود بحال اللي قلتي 2017 2018 كان صاد كي اوزي يدير واحد اللعيبات اللي حتى شي واحد ما كان يزعم يديرهم مستيران كان شي لعيبات غير ديال لي زونترينمون شي لعيبات ديال الزنقات فريستايلي كذا هذا ولكن باش وسط الماتش دير سومبريرو ولا تهز كره فوق شي لعبه كور ولا شي بلان وتبقى كل مره تعاود ديرها تعاود ديرها ريسك هاي ريسك هاي ريورد هذا هو البلان ولكن هو خرج عليه هذاك البلان ديال انه تضرب بزاف ولا ولكن دير لي شي لعاب كيوقع عليهم هكا ابار ابار لي ابار الابار لي سي لعاب براسي ديسيبلين الصاد ديسيبلين هذا يعني صاد راه معروف رونالدينيو براسو راه وقع ليه بحال ما كان اللي كتسمع عليه رونالدينيو راه ريتاير راه باقي صغير الصاد راه دي ديسيزيون حيت كيجي وسط واحد الانفايرمنت ديال الفقر وهذا اصلا من غير هادشي انا باش نشوف كيكون فاهم لو مونستر انا غير السيل درايت نشوف انه البلاي ستايل ديال البرازيليين بحال نيمار البلاي ستايل ديالهم تيستافز فانت ديفونسو واعر ويجي واقيد لك فحال هكذا ضرب ديال المفهم حتى انت هذا هو البلان باش خلي ديك البريسيز ديال ديفونسو كتشوف الا مشيتي شفتي مثلا شتي بحال ديك الفيديو اللي دو على امجاد ديال باستو مثلا نيمار مثلا رونالدينيو ولا نيمار ماشي اصلا كتشوف فين كيدريب لي شي ديفونسور واش لعبه هذاك الديفونسور تيجعر تيجي موراه عاد تيبغي يقسم لي ماج صات لي ماج ديالو تما قلت لك وانا مثلا سر ابراهيموفيتش سر امجد هذا حيت تالي مفهم نضرب ابراهيموفيتش خويا عندكم نفس اللعاب كل واحد يقول شنو كيعجبو في ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش راه وا سر صراحه ابراهيموفيتش خويا عنده اكبر ايغو في التاريخ انه هو انه صاد بلانات بزاف ما دارهمش لعابه كاراتيه اخويا تيكواندو كاراتيه هو الفراق يلعب منه من العالم كامل لعب فيه بالنسبه لي ابراهيموفيتش اخويا ما كيجيني اندر ريتد بزاف صاحبي لا 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 خونا ما فهمتي ما وصلش لفين خصو يوصل لا شاطر وصل ومعروف اللعابه اللي بزاف الصاد محترم وكلشي فهمتي كانوا غاديين غير هو داكشي اللي عنده هو اللي كيسال انا كيجيني فهمتي ماشي اوفريس ماشي اندر لايك اه بيرفكتلي انا غير هو كنقول كل ما كانش كيتعامل كيف ما هو كيتعامل كيف ما قاس من داك ليغو كذا هذا كان يقدر يمشي بعيد كيف لا 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 داك ليغو 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 اللي كيميز هو داك غير هو فشي لعيبات كيزيد فيه ولا بغى يزيد فيه راه من حقه صافا ايبر موفيت لا دابا ستي ما كيش لقى عليها اسما ما انا صاد في اللعب ما كيجينيش شي حاجه خويا الكولات ديالو الكولات اخويا كاين شي كولات الهربه ولكن عيب الهضره على ابراهيم الهضره ديال خويا الا الا مثلا جيتي 1.95 يعني ما غاديش تسنى منه راه لوجيك يدير لك شي جيست تكنيك ولا شي لعيبه ولكن الخدمه ديالو انه يماركي كيديرها بطريقه ديال نورمالي لا كيديرها بواحد الطريقه ديال ماشي شي واحد طويل وكبير خصنا اخونا كيموفي اسمع 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 دابا خونا عنده 42 عام صافي دابا كبر وباقي كيلعب لا واش 42 ولا كثر؟ 41 كثر 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 لا 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 42 ولا كثر ما يمكنش يكون 41 هو بلاتي هو رونالدو هو كبر لا البلان اسات مثلا شنو كدير كنفكر اسات مثلا في ابراهيموفيتش باينين اللعيبات اللي كيدير يتير لك من البعيد باك صافي بيسونس فرحان يدير لك شي كونترول هربان شي كوت سيزو سبيد رابيد وصافي وبس فهمتي ماشي 41 انت كدوي على دريبل ولا شنو لا هو دا شي لعيبه مسطينه الصاد راه كاع الطرق ممكنه ما عارف كيفاش راه انت دابا خونا عنده واحد الفيزيك رباني يا صاحبي دابا خونا وانت كتقول خونا فاش غادي تهبط كره السما غيتقلب وغيضربها بسيز وانت عارف واش غتمشي حدا راه غتمشي حدا غيضربك هذا هو البلان راه اسمع الاشاره
كيل الرويد انت سلسل ما شكون اللاعب الوجر انا زي ما قلتوا ابار ميسي رونالدو لكن نقول مودريتش ماشي احسن واحد ولكن هو اكثر واحد عزيز عليا عنده واحد الاكستيريور كان ممتاز من عندك الاكستيريور ديال مودريتش ودابا ميسي رونالدو انتما شكون تيم انا ما عجبني زلاطان ولكن قلتوا شكون احسن واحد شكون كيعجبنا وا خويا بريوا دوز اخويا السؤال ولكن كيعجبونا بالنسبه لي ميسي ولا رونالدو انا قال شنو اللي كيعجبك ابار ميسي ولا لا الا كان تكون تعجبنا كوتينيو ولكن فيهم كوتينيو شكون هو هذا كاين في الوداد انت امزال ولكن اجيش كوتينيو فين شاد هذا عرف بارسا لا 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 ماشي بارسا كانت بريطا واش بونس مشى شي فرقه دابا ايفرتون ولا ماشي شي فرقه حلف راه شي فرقه قال مشى مشى لها خامس قال الدراري رايد انت تي خامس مشى لرونالدو رايد استا رونالدو كنتسنى هاد الجوج لا لا الناس تاع الجوج يقولوا بجوج ميسي باش انت صلاح استون فيل شنو قلت ميسي ميسي صلاح زيد اسلمان ميسي لا رونالدو رونالدو انت صلاح ميسي تي رونالدو رونالدو دري كامل رونالدو ليتس جو دراري صافي شوف اوكي قولوا علاش قولوا علاش رونالدو رونالدو انت بعدا قالك تقول ميسي لا تا انا رونالدو وعلاش ما عندناش بروفي ودوز البوينت لي مورا على شي واحد خاصنا نقولوا لي علاش دابا تخيل دابا لي كومونتير كاملين كيقولوا لا ميسي 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 رونالدو راه سالا الدراري اصلا عمرك شفتي ميسي كحل كي ناسب يعني غلط فاش ماشي يقول فاهم بالله انا ما نمشي يقول ولكن نضحك مالا لا رونالدو ترى ما يمكنش ما شكون شي شكل دراري زعيم شكون اللي كيجيكم بصح زعيم زعيم شويه هذا السؤال هذا ماشي سؤال هذا رأي هذا رأي ديالي بغيت نقول بأن هضرنا على الكرة اللي كيفتنا كرة المغرب بغيت نقول واحد الرأي وديك الساعة تضعروا هضروا بيناتكم كتجيني على سطح كي ساعة عرفت السؤال حط الفرحة اخويا مغربية مع الأسف اللي هبطت الهوات الساط تزمى مال هوات ولا دوزيام هبطت الهوات مراش مراش قصدك وجدة واحد الفرحة الساط اللي ويلا تفات اللي الالترا ديالها الهربة كوديم ياك اي اللي ما عرفتش واش الدراري المغرب فاز جيبوا البوليس جيبوا السيما ولد الخضره كاكا صاحبي كاكا صاحبي باغي نقول لك ولكن ما كنتش متاكد بلي هبطوا الهوات واش هبطوا الهوات كاك تسلكوك بسبابة سلمان هبطوا الهوات خو حرم القسطرة صاحبي ديسك ديال الكاك ديسك ديال الكاك كيدير ما عرفتش دابا واش اسمع اسمع قبيله فاش كنت كنعاود لكم على البلانط الكاك كنت غادي نمونسيون هاد اللعيبه ديال من احسن اللي زيل ترى اللي اندر ريتد في المغرب هي محلاله وما بغيتش ولكن ما بغيتش نجبد البلاند لي زيلترا ديك الساعه بغينا نهضروش على الكره ندخلوا على لي زيلترا لا انا ما كنقولش احسن اولترا مي كنقول اسط من احسن وحدين في المغرب كما قلتي اندر ريتد والديسك ديالو مصاط راه شوف كان معرفت الديسك ديالو كيجيو ني شي معروفين هما ديجا معروفين طبعا خدنا اسط حطوا الهوات اصاحبي شوف تخربيق هذا ولا انا كنت شي معلومه فهمت هذا نط ندود الالترا اسط الفرقه هذا شي مشكل في الفرقه اسط فينونسمون لعيبات فهمتي شحال دوماج دوماج اخويا دوماج انا بغيت نسولكم هذا السؤال اسط خير شويه هكا ولكن انا ما عرفتش نسولو اسط جو 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 الا ما عجبناش غنقول لك ما عجبناش ماشي ما عجبناش لا ما نعمقوش بزاف اش كيدير لكم في الومن فوتبول الدراري كومون ما نعمقوش ما نعمقوش الدراري شنو بان لكم في كيفاش ما نعمقوش خوتنا راه مشاو للفينال مشاو للفينال لا دوك فالو واقع فالو لا المغرب بس لا حتى المغربين حتى المغربين ولكن الريال مشاو للفينال خسروا ولا ربحوا خسروا امجد مصاب خسروا ولا ربحوا خسروا ولا ربحوا اللاعبين ما طلبناش شنو غتشارجوا من اسمع 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 صات هو من الفوتبول واحد اللعيبه اللي خاصها تكون عادي حيت اي رياضه دابا ولات كتكون فيها الرجال وكن فيها انا نقول لكم شنو ما كيحملش السلام عليكم نقول لكم نقول لكم شنو ما كيحملش في الومن فوتبول ولا الومن سبور اون جينيرال ولا الومن اكتيفيتيز على الومن جندر وعلى غير باش تفهموا هذا البلان رجال كيديروا شي لعيبه مثلا ما كيوصلوش بعيد كيجيو الدريات فين كيديروا كيلعبوا فواحد النيفو لي ضد الدريات كيف واحد النيفو لي اكوتي فهمتي وكيقولوا واه شوفوا مثلا الدريات لعبوا وصلوا حتى للفينال والدراري ما وصلوش للفينال
انا هاد اللعبه ما عندي والو ضد الدريات يديروا نفس السبور ولا يديروا شي لعبه. وانا قلت لها انا من دوك فهمتي من دوك ماشي فيمينيست ماسكولين فيمينيست ولكن دريف فهمتي كيعجبني حتى انا نبدا نبارطاجي داكشي الدريات انا معاهم وكذا. ولكن هاد القضيه تتعصبني فلو شنو اكسبليني لينا هاد اللعبه ديال اللي فيمينيست دريف. تو انا فيمينيست فيمينيست دريف زعما ما تخافش فيمينيست صحت فيمينيست دابا ولات عندها واحد المعنى كتقول فيمينيست كيمشي لكبالك مع دوك البسيكوباط فهمتي نقدر نروح بلاصه لك ديك الكلمه فيمينيست واحد الكلمه اخرى قولها خليك نقلب هي الايكواليتي يا صاد دابا دوك الفيمينيست يا صاد هما الجول المين جول ديالهم هما هي الايكواليتي ولكن علاش خاطري بلاصي اسمع دونك غادي تقول انا ايكوال انا بهذه الكلمه فيمينيست علاش غادي تخون بلاصي واحد الكلمه اللي اصلا كتعني ديك الكلمه اش كتعني فيمينيست راه هي هادي ايكواليتي ديال الجندر علاش ما غنقولش لك انا ماشي فيمينيست انا مثلا ما توكسيك ماسكولينيتي ولا شي حاجه علاش غادي تشي جوج ديال الجندر وانت كتمشي مع واحد فيهم خصك تبقى الوسط واخا تكون واحد دونك لك تطلب على ايكواليتي خصك تبقى الوسط دراري داسي جوج ديال شي كيفاش كمل الكره ما بقيت باش نشرح لك ما علينا فهمت ولكن لا عموما الفاصل ديال السي هو ما يمكنش تكون ايكواليتي يمكنش تكون ايكواليتي لا في الكره لا في اي حاجه ولكن كتكون جاستيس الصاد فهمتي مثلا كنت نسرح لك الصاد شو مثلا السرسم هذا ديك اللعيبه قال لي ما توصلوش خلينا نكمل نفهم السرسم هذا صاد كاين واحد الدري صغير قد دوكا ما قادش يوصل ليه وكاين واحد قاد يوصل ليه وكاين واحد في السقف فات والفوق هاد الصويره هذه شفتها في فيسبوك انت ما غنتيش كامل نعطيهم كراسه الدري غيطلع يوصل والاخر السقف غيضرب راسه والاخر يطلع خطا جاستيس هذا اللي واصل الفوق نخليه تيشوف مزيان اللي تحت صحطو اللي كبرت على الليغا دابا صاد دابا هذيك اللعيبه انا متفق معاك وفي نفس الوقت ما متفقش معاك علاش حيت دابا نقولوا مثلا المنتخب ديال المغرب لعب مع المنتخب البرازيل خسروا 5-0 رجال هذو العيالات ياك رجال ديال الرجال جاوا المنتخب ديال العيالات لعبوا مع المنتخب البرازيل العيالات واخا هادشي ماشي ميمكنش يوقع ولكن 99% ما غاديش يوقع وربحوا العيالات البرازيل قلتي هذيك اللعيبه ديال حقق العيالات المغرب غيجيو يبداو يقولوا نتوما ما قدرتوش تربحوا حنا قدرنا نربحوا صافي راه هما عيالات وكيلعبوا ضد عيالات دونك لي شونس باش ان هاد الفرقه تربح 50-50 حيت بجوج عيالات لاعبين ضد عيالات رجال سيم ثينغ حتى هما رجال لاعبين ضد رجال انا ما كندويش على قضيه كيقولوا ربحنا وانتوما ما ربحتوش كنقول على قضيه مثلا انا نعطيك مثال فالو ياك مثلا هذاك الشيء اللي دار فالو لو في انهم الدريات وصلوا للفينال راه بلا نفرقع بزاف حيت كي ريبريزونتي المغرب وكذا وكيخسروا ايتا ولكن باش انك نتايا مثلا سوبر اسمعني مثلا حنايا قهوه ياك حنايا تيم اي سبور فالو وصلنا مثلا الكار فينال وصلنا للكار اسات احنا ضد احنا اصلا ضد ما عرفتش انا كاع دوك اللعابه الامريكان كاع دوك اللعابه اوروبا وهداك الشيء شدوا ناس الخونة ما طلعناش للفينال الدريات لعبوا ضد الدريات اخرى وصلوا للفينال غير يجي واحد خونا كيقول لك وما قدرتش توصلوا للفينال والدريات وصلوا للفينال ما كيقول ما كيقول اون طرفاكس اون طرف راه عنده الحق لا حيتاش يعني دابا رضا انت الحاجه اللي طرتي من فوقها وما شفتيهاش هي انهم راه هما عيالات وغيلعبوا ضد لف ديال انهم غادي يلعبوا ضد عيالات راه ماشي خاص الغلط فين كاين ماشي فيا انا ديال انني نقص ديك اللعيبه الغلط كاين في خونا اللي غيجي عندك كيقول لك هادوك لعبوا وصلوا للفينال وانت ما وصلتيش للفينال ضربوا ضرب خونا هذا ايوا هادشي باش انا ما نقول لك ما ضربوش حتى انا فهمت رايداش بغا يقول لك انه فهمتي البنات لاعبين في واحد النيفو والدراري لاعبين واحد النيفو يعني فهمتي الدراري ديما نسى على البنات تستعرض في شي لعبوا شي حاجه حياتهم كتولي دايره عليها انت غتلعب انت فالو تلعب ضد بنادم ديما تستعرض حياته هي فالو فهمتي ماشي بحال البنات تلعب مع بنت طريفه فهمتي دابا الكاميرا مثلا الا جبنا مثلا احسن تيم عندنا في المغرب اصبر تقالت شي لعبه ما كتعجبنيش انا اوطون كو باقي الايكواليتي في مينيس الدري كيفاش قلت انت كيفاش كتقول في مينيس الدري كنعتيني كيفاش امجد خاص الكوزينه نسيت الكوزينه حنا سميتو الشاف دراري كومبيتون اكثر من راه كاملين بلاصتنا في الكوزينه انا متفق معاك شنو السؤال اللي كنت تقول سيز
بلا لكن شنو نتوما واش الانجليزي كيفاش قصده من الكوره راه الويدي وكذا ما بعد الدراري سولنا على الوا انت اللي سولتينا على الوا من ما بعد الدراري ما بعد هذاك وانا قبيله قلت راه اللي بعجبنيش تيجي ما نهضروش فيه الساعه صح نغرقنا فيه ما بعد انا ما قلت حتى حاجه قلت غير هادو نتوما كملتو هذه هي الحلاوه ديال القهوه اننا كنهضروا بزاف ديال المواضيع في دقه واحده امثل الله تعالي ما تتوه واحد قرب ايوه ايه الحلاوة لا انسيتي ما قلتيش بلي في الديسكريبسون كاين لاباج اوفيسيال انستغرام ديال قهوة اللي فين كنلوحو فيها كليبات كنلوحو كليب كل نهار الدراري عطيني سيونس اوه عندك اصحاب لك كنلوحو بارطاجو عندك بلاتي عندك اصحاب لك كنلوحو غير في انستغرام كبير مان تفرقوا معاك شطاكية ديال صالح كينغ ومشين كما نعم اوكي على ذكر كينغ الدراري بوي يا لا ترانزيسيون ديال لينا ناري على حسب كيف الترانزيسيون عندها معنى واش عندها معنى نقول لكم في الكينغ البراون استاذ باسكيت سحبنا واش كان كيدوي على الكينغ هنايا ما جبنا لكم برجر كينغ على الكينغ البراون كينغ شنو ما عرفتش شكون هذا البراون جيمس استاذ البراون جيمس كينغ البراون جيمس امجد شنو الفرق البراون جيمس هو الكينغ انا صافي كنلعب باسكت تفرج في سيري واحد ديال الباسكت في حياتي عرفتي yeah. الفاينلز كيكون فيهم بيست اوف 7 هو هذا الاخراني ما بين ستيت ووريرز و سيلتكس يلعبوا في هذا الفاينلز ديال الان بي اي الاخرين اباريتي عمر في حياتي متفرجش الباسكت دري انا فان كبير ديال الباسكت صافي في الماتشات ديالهم كاملين ولكن غير في اللعب ماشي لا انا فان كبير ديال الباسكت وكنلعب تقريبا الباسكت كل سيمانه ولكن الصاط عمري تفرجت عمري تفرش باسكت صراحة ندري كل مرة عمرك سير طابي بيست اوف باسكت ويهرب ليك لا عارف شي كيفاش داير ما انا نسأل شنو نقولك علاش نقولك علاش تصاد ديك الثقافة ديال ما عرفتش ديال دابا انا اين فرقة غننتمي ليها ليكرز شيكاغو من الاول انا ما فهمتش انا بعيد انا في البحر هنا تفرش بواحد الوقت اوتوماتيكمون دماغك ولا ما عرفت قلبك ولا ما عرفت شي بارت صبعك الصغير غادي يميل لشي حاجة ايه ولكن يتميل لديك الفرقة اللي بحال قلتي مدريد بارسا ما غاتميلش شي فرقة اللي فهمتي دابا مثلا انا بس صاد تسمع انا هذاك كل ويداد باسكت اول مرة تفرش باسكت هي في الفاينلز الاخر فيها انت دابا هي بيست اوف 7 كاينين كيبقاو لاعبين لاعبين الفرقه بيناتهم اول واحد كيوصل لربعه ديال لوين كيربح انا تفرج في شي ست الماتشات نفس هذوك جوج ديال التيم اللي تاهلوا فين كيبقاو يعاودوا يلعبوا مع بعض هوم اول بس اوف 7 فهمت من هذوك من هذوك الماتشات صافي انا وليت كنشجع الوريرز حيت هما اللي محوا دوك الفاينلز هما الشامبيونز ديال الان بي اي دابا واخا صالح شنو كيدير صالح صالح كيف تشجع الاخرين فهمتي ديما كيشوف الثاني لا راه صافي عندهم البلان ديال رايفرلي ديال جوج ديال لي تيم كيكهروا بعضياتهم كاين هنا كنظن تكون معروفين الصاف كاين فتشار من الكره وما صح راه خرجوا سايد توك الصاد تعايروا في واحد اللعاب الصاد ديك تريونغ حاجه فهمتي هو اللي كلاتش في واحد الماتش وخسرات واحد الفرقه غادي يسبوا فيه الزرقاء فوق تريونغ انا كنهضر على جوج ديال لي تيم فهمتي اي ستوريك مومون هي هذه الصاد فهمتي كاين بحال كلاسيكو ما تيحملوه عندهم داك البلان ديال الايست سايد والويست سايد فهمتي حيت عندهم الليك كتقسم على جوج صحاب الايست كيلعبوا مع بعضياتهم صحاب الويست كيلعبوا مع بعضياتهم عاده باش كيطيحوا صحاب الايست مع صحاب الويست ديك الساعه كتكون فاش كيلعب تيم ديال الايست مع الويست كتكون واه شي حاجه فهمت السؤال اللي كنت باغي نسولكم راجع الويداد بيان سير شنو بان لكم نتوما شنو في نظركم عين سبور كيجيكم زعما كتشوفوه كتقولوا هذا سؤال كبير صراحه شحال تبغي اربعه غيكونوا كنتفقوا على نفس السبور لا ولكن الصاد انا عندي كاين جولف كيتسمى سبور جولف كيتسمى سبور لا راه كاينين الدراري الرياضه هو السبور هذاك اللي مشي في الجولف هو السبور لا كتضربها الصاد كتصيفط شرها اسمع 1200 متر وكتقص هذاك سبور في الدماغ خاصك تعبر الصاد داكشي فعل الماط لا راه كاينين الدراري انا بعدا فاش كنت كندير ورا سبور ورا في الاسبور الفيار شنو صالح عقلت كنت كندير الكونتنت زوين كنت كندير المعلومات كمل كنت درت واحد الفيديو على الاسبور كاين دي سبور لي اوفيسيالمون كتعتبر سبور اللي انت غتقول هادشي بول شي صافي كتعرف ديك اللعيبه اللي كيشراو في الصغار الصاد كدير لها خيط وكطير في السما كنت تما غادا كنت فلاين النت هادي بحال ستيك سبايدر مان هذا سيوانا صافي واحد ورقه طائريه ولا طائره ولكن كتصيفط طائريه طائره ورقه هذيك سبور الصاد كيدير لها
يوصل ستارت يمشي. كاين تشيس ستارت كيك تعتبر سبور ستارت. شكون لعب تشيس هنايا؟ شكون لعب تشيس هنايا؟ حتى واحد. انا كنعرف الرولز و شنو يدك انت صلاح؟ واقيلا وخمس ويلي كتلعبوا مزيان؟ زعما سايد تشيس دوت كوم صافي. ليتس جو اين ايلاند اين اللي عندي رجع طرح اليوم اين ايلاند جاي؟ دراعي كلاو بوان كوم كلاو كلاو كيميك. ليتس جو تلعب مع الدراري ما كنلعب كتوصل. شنو باغي تصاحبي؟ مع الدراري ما كتحملش الدريات. كيفاش؟ كيفاش هاد البلان هذا؟ كيفاش ما كتحملش الدريات؟ ولا ما كتحملش الدريات شكون احمل؟ الدراري. فعلاش الدراري؟ اسمع اسمع حيد 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 صافي كناتين. انا عندي واحد بيسي ويندوز 6 بغيت نشرح لكم القصه ديالي كيفاش تعلمت الرولز ديال عرفت ديك الجيم عرفتها. بيسي ويندوز 6 ما فيه والو ما فيه عرفتها عرفتها لا ديك بين بول ما فيه والو فيه الكحل كانت الكمط كانت كونيكسيون في ديك اللعبه ديال كيك الصحراء كانت فيه تشيس بوحدها تشيس كنعرف الرولز وداك الشيء راه قلت لك سام سام ورا كامل نكلم لعبوا ديو لعبوا ديو كنا ديو ولا مكاين جوج ضد جوج نقدروا نديروا ديو فهمتي زعما كل واحد يدير بوم علاش درتي العود بلاص ما دير تكيف تعصب على بحال هكا كنحد ديو زوين كيكون واحد البرين وواحد هاند يعني انت كتقولوا شنو يحرك هذيك كيديروا في يوتيوب الصدره انا تعلمت الرولز صات وعجبني عجبني صات انا صدره مطراي هارد تشيس انا كنشوف شويه داك هيكار مار ولا ما سمعتش انا صات نيت على هاد البلان ديال كنشوف واحد خونا معقد واحد كارلسون تعلمت لها صات انا وعجبني بزاف غير من واحد السيريا في نتفليكس كانت تشيس واه محتاج داك كوين غامبيس عجبني انا بزاف صح هو اللي خلاني انا هو اللي خلاني انا انتريسا انني تشيس ما تخليك لعيبه واش تتفقوا معايا ولا لا ما عرفتش شو ما افونتي بزاف منين قلتي نو سبويل كنظن فهمتي علاش فهمتي علاش لا حيتاش لي استوار كامله دايره على اختنا دارت طف 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 صافي سيرت القصه شنو وقع شنو تعلمت تشيس درت كذا كذا صافي شنو شنو لي زوين فهاد هذيك قلتي تفكرت انني ما كملتهاش وانا كنقيس حبيه راسي راه كملتها انا راه كاع ما كملتها اصلا قلت لك اصاحبي تشيس واحد الجيم ما يفش نقول لك بزاف الناس قدو يديزابوينتاو مي انا متاكد ما هادشي اللي كنقول بلا ما تقول لي ديزابوناو لا 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 حنا ديزابوناو وي سينيالي تشيس اصاط واحد الجو ديال الميموريزاسيون ماشي ديال الذكاء اصاط واحد الجو ديال الميموريزاسيون يعني اصاط خاص تبقى عاقل على لي بوزيسيون يعني مثلا درت هكا درت هكا درت هكا هو درت هكا علاش لبستي النظاظر زعما باش 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 تولي كريديبل يعني عطي عطي امجد عطي امجد عطي امجد دابا كاين خليه يكمل بليز لا لا نكمل فهادشي اللي تيقول فيه دابا قلتي كاين ديال لا ميموريزاسيون دابا كاين لا ميموريزاسيون غير كتعقل كاين واحد الحاجه العكس ديال لا ميموريزاسيون كتشوف قدام كنظن غلط مع من السبعه كيقول ما يقول غلط ما يقول غلط فوق باك الفرونسي دري كومون ميموريزيشن كاين لا ميموريزيشن وكاين البريديكشن ستات تشوف قدام دابا حنايا نقدروا نشوفوا دو فهمتي تو موفز تري موفز من هنا لقدام من هنا لقدام العب وحده نقدر نشوف الى اللي لعبت هذه شنو غيطا من هنا اربعه الموفز كي اللي كيشوف الجيم كامل بوحده هكا انا فهمت كيشوف اربعه الموف صح ولكن اصاط ولكن اصاط علاش كيشوف دوك لي موف تيبغي نقول علاش كيبريديكت حيت استراتيجي لا ماشي استراتيجي حيت تكون حافظ حيت سمعت ما خصك تعرف واش شنو واش هو لعب هو بزاف الجيم تشيس هو انك خصك دير لو بيست موف يعني اصاط عندك موف واحد اللي واعر اللي زعما ستاتستيكمون احسن موف يعني اصلا كنتي لعبت شي واحد واعر الا درتي مثلا هكا الا ما دارش هو هكا راه مكلخ يعني خونا غيدير هكا انت عارف احسن موف ضد هذه هي هذه هذا هو البلان دونك انا شفت كيجيني غير واحد الحفاضه البلان كيهضر على تشيس ديال انه كاين واحد العدد الصط اللي ما غاديش يدخلكم لدماغكم ديال لي بروبابيليتي كيفاش ديم تبداو تسالي العدد ديال لي موف مثلا تقدر دابا انت تبدا تحط هذاك الاولاني تزيد هذا هو البلان وعرفتي العدد داك الرقم راه ما يمكنش يدخل لك وراه كاين الصاط هاد خونا اللي قال لك تشامبيون كاين اللي كيشوفهم كاملين تقول لي بروبابيليتي كاملين كيشوفهم وفاش كتبدل انت كتمشي لهاد الطريق فاش غتسالي الجيم كيمشي كيتبعك حتى هو كيبدا يبريديكتي في الطريق حتى كتوصل لواحد اللقطه اللي عمركم بجوجكم ما لعبتوها تما نقدروا نقولوا ماشي بواحد الدرجه انك مثلا الا كنتي مثلا نيرد في التشيس وكتشوف خونا ضدك كيفاش كيلعب كيقدر يدير من موف وحده تعرف استراتيجي اللي بغى يطبق حيت كل استراتيجي عندها واحد الاوبينينغ عندها واحد الكونتر استراتيجي ديالها وديك الكونتر استراتيجي عندها الكونتر استراتيجي ديالها انا كنشوف الصاد بلي باش ليا قد ما كتبيا حفاظ هاد لي استراتيجي تنشوف الصاد بلي ماشي ذكي هو اللي تيربح سبيشالي في التورنوات كيبان بلي كيلعب اللي يلعب اكثر هو اللي تيربح علاش حيت كاين واحد العيبه حيت كاين واحد العيبه صاد ديال التايم عارف هذا الوقت كيديرها كيشيط لك انت الوقت يعني كيلعب على ظهر الوقت ديالك صح ولكن صراحه اللي تقال هو اللي تيخسر شنو هو المعنى ديال الذكاء عندك شكيت اني ذكي ذكي الصاد هو اللي تيعرف يدير رايت موف
واخا هو مستريس واخا هو عقله ماشي فهمتي كان نقول لك صافي رايت موف رايت تايم صافي نو ماشي بغض النظر عن ريغاردلس اوف ذا كونديشن شكون اللي عنده المعنى ديال الذكي هنايا الديفينيسيون ديال شنو هي سمارت ماشي عندك الديفينيسيون لا عندي صافي راه انا بغيت ندير فاهم اختار لا عندي ديفينيسيون سير سير بلا ما نضيع الوقت سمارت هو صافي سمارت لا لا شوف لك راه شوف لك فايت هضرت في السوجي بزاف سمارت صافي هو داك خونا لا لا عرض عرض هو داك خونا لا لا عرض عرض الذكي هو لا شخص الذي يفعله اسمع اسمع عاتي راه منين بدينا حنايا الحلقه منين بدينا كندوي قهوه منين بدينا هو كيبقى يجيب فينا باش يعرض علينا هذاك الكونسيبت ما جيت هذاك الذكي هو الذي دري من فتح السجاد صالح صالح بغيت نكمل معك فضلك مرياري لا لا دري السجاد وين السجاد وين اسمع دري نحرموه علاه ما خلاوش يقول كاع صافي نسدوا الدار نعلقوا باش معنا خليوه يجي كول 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 تعريف الذكاء شنو هو؟ تعريف الذكاء هو صاد شي واحد اللي كيحل المشكل هو اللي كيحل المشكل الا طاح شي مشكل كيحلو بزربه هادي هي اللي كنقول مثلا كنديفيني شي واحد بزاف الا كيعيان يعني صاد هو هي البوسيبيليتي انك كتحل المشاكل عندك مشكل خاص تحلو يعني انت تذكي الا حليتيه بزربه يعني انت تذكي على الاخر اللي حلو مع الطلب شنو الا سديتها تعريف ديال المشكل صاد واش الا كنتي في الشات مشكل الشات مثلا هذا مشكل مثلا انك تي غادي طعت شي لعيبه خاص تحلو هذا حسب اي حاجه راه مشكل اه ورا اي حاجه فيها الذكاء اي هذا مشكل فري هذا بلان الا كنت تشوفها هكذا ولكن انت ولكن انت قلتي واحد اللعيبه ديال قلتي الساط قلتي كيعرف يدير رايت موف لا ماشي على الذكاء انت عتي جبت لك الذكاء حيت قلتي واحد اللقطه ديال ماشي اللي ذكي اللي كيربح مي اللي لعب بزاف اللي لعب بزاف ولكن الساط واش ليكسبيريونس ما دخلاش شويه في الذكاء حيت ما عرفتش مثلا الا جبتك الا جبت انا راسي وجبت شي واحد الساط وانا ديجا مثلا درت شي حاجه اوكي اوكي فهمتي شنو بغيتي تقول بغيتي تقول بلي بغيتي تقول بغيتي تقول الا جبت واحد الا جبت واحد 300 اي كيو ضد واحد ضد واحد لاعب 30 ديال التشيس اللي عنده 300 اي كيو غير ربح اللي لعب 30 ديال التشيس ولعب كل نهار لا قلت الصاد انه حيت خونا اللي لعب تشيس راه داك داك الاكوميلاسيون ديال لا حد قال لا 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 هاي داك الاكوميليشن ديال ديال لي جيم اللي لعب يعني الاكسبيريانس ديالو راه زدت له في الذكاء ديالو لا يعني تا يعني ديك الاكسبيريونس زدت في الذكاء زدت لي في الاكسبيريونس لا انا صاد انا تنامن دابا انت كنتش امن بهذيك لعبه الذكاء انا كنامن بلي ما كاين حتى واحد مكلخ صاد كاين واحد كيف هاد الدومين وكاين واحد كيف هاد الدومين تريض اصلا لا ولكن الذكاء راه ما دخلش فيه لي دومين كاين هذيك البلان ديال لي دومين تقلب عليه المعرفه صاد ماشي الذكاء المعرفه كتعرف هاد الدومين وما كتعرفش الدومين الاخر ولكن صاد الذكاء شي حاجه اللي فريمون كتيمبروفا وكتهضر عليها جينيرالمون ما يمكنش تقول انا دكي في الماط ومكلخ في السيونس لا صد انا عند كنعرف اكثر في الماط وما كنعرفش بزاف دابا شكون اللي تكي هنايا من الاخر اصلا دابا انا بغيت نعرف امجد دابا واحد البلان اللي قبيله ودارني فراسي صلاح البلان اللي قال قبيله ديال ماشي ديما اللي دكي هو اللي كيربح انت متفق مع اللعيبه ولا متفقش اهلا فاس ها ماشي عاود السؤال ماشي اللي كيدكي هو اللي يلعب جيم هذا اللي قلتي قبيله صلاح واش على التشات واش في الدومي ديال التشات لوجيكمون الا هضرنا الا شفتي شي واحد تكي بزاف وشي واحد لعب 90000 10000 ساعه في التشيس لوجيكمون 10000 في التشيس ولا يلعب حيت كون اصلا ما عندوش فكره على التشيس صافي لا ريتي رول في ماشي هو اللي ديما كيربح ما عمرو غيربح ما يمكنش يربح حيت ما كاينش عنده اكسبيريانس في التشيس خونا ما عرفش اوبينير ما عارف والو خونا يدير كوينز لا هو علمتيه عطيتيه كتاب قرا كتاب ديال التشيس وا فوالا دابا كتولي حاجه اخرى يعني خونا اصلا قراها وشوف حيت انا كنامن انا كنامن انا كنامن بالفاست ليرنين اصلا يعني شي واحد يقدر يليرني يولي احسن منك الا طرايها الا كانت واخا انت واخا انت واعر في ديك الحاجه يجي واحد الرقرق واخا اخضر هو الواعر يقدر كيفاش داك الواعر ولا احسن من واحد اخر اوكي هو الواعر معنا هنا فين هو اوكي صافي كتقول بلي كتقول بلي صراحه هندو على سكيلز شي واحد مثلا في فهمتي ما عندوش مشكل غينوض غيقرا هاو تو بلاي فوتبول غيفوت نيمار الا كان انت راه قلتي واحد انت درتي كونديسيون دابا حيتيها قلتي لك كيدكي بزاف خونا نابغه خونا سمارت تعرف شنو هي 300 اي كيو تعرف شنو هي 300 اي كيو داك تكومباري بشي لعيبات اللي ماشي ساهلين حيت صح 300 اي كيو برو راه شي حاجه هي الكرة حاجة وتشيس حاجة لكن انت عندك ماشي 300 عندك 400 مليار اي كيو وانت لا يمكنش تقول هاد اللقب حيت خونا حمق عرفنا 300 هي الماتش 300 300 قد نقول 300 واخا دابا انا غير كنعطيك اكزومبل الصات اللي ما يمكنش لا 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 واحد خونا ذكي بزاف اذكى انسان في العالم ضرب عظم الصات ما فيهش اللحم رقيق بزاف وغتجيبو الكرة لا قلت لك قلت لك عند رايت شيب الصات
دابا انت قلت لك قبل ما نبدا صافي كيخونا في الشيب ديال رونالدو قدو قد رونالدو في العبار في المسل في الفات بيرسنتج في كل شيء عطيتي كتاب ديال هاو تو بلاي فوتبول عطيتي الوقت ديال ما عطيتيش شويه الوقت ماشي بحال رونالدو اللي مدوز ما كيلعبش بحال رونالدو لا شويه الوقت حيت احنا قلنا اللي مدوز 10 سنين في تشيس واللي سمارت عطيتيه كتي يقرا ما قلتيش براكتيسي حيت الكره ما كتفهمش بالقرايه خصك براكتيسي اوكي نقولوا براكتيسي ولكن ماشي قد رونالدو ما غيدوس لك براكتيسي شهر شهرين اوكي شهر شهرين ديال براكتيسي براسو ديجا راه رونالدو براسو بداك شدك هو متريني راه شحال دابا 20 عام دونك راه كنرجعوا دونك نرجعوا للبوينت ديال دونك نرجعوا للبوينت ديال اللي لعب تشيس كثر ما كيربح اللي ذكي ايوا نزيد انا ندير لك واحد الانالوجي واخره ايوا نجيبوا شي واحد ذكي بزاف وندخلوه للبوكس ضد تايزن قول لي يربحوا ولا ما عندكش باي ذا واي اخي امجد انا اللي كنبني في الوسط باي ذا واي امجد البوكس هذا غلط استاذ هو بلا كيتحب لي بوكس لعبة ديال سترينج استاذ اللي مكتصري سكيل لا لا ما قد ما استاذ اي كيو بالاكثر قرا نقول لك استاذ سبور سكيلز كي استاذ كي اللي كيقول تيوري استاذ ديال البوكس فالاي كيو اكثر من تشيس استاذ كيفاش كي اللي تيقول استاذ باللي بوكس جيم اي كيو اكثر من تشيس كتعرف تشيس بوكسين كتهربوني تشيس بوكسين كتعرفو لا سلمى كتعرف تشيس بوكسين دراري دخل تشوف واحد لا بغيت نقول واحد خلاص خلاص كاينه صات تشيس بوكسين كاينه صات راوند انت اللي غتقول كاينه صات راوند كيلعبو راوند ديال تشيس وراوند ديال البوكس راوند تشيس راوند البوكس والجيم والجيم اسمع المهم واحد ستريمر فرنساوي صاحبي يلعب واحد الفايت في لوس انجلوس اسمع الصاط سوا خصو يماطي سوا خصو يماطي سوا خصو يكاوي يعني هادو هو جوج حاجات اللي كاينين هذا سبور اوفيسيال شنو هو هذا اوفيسيال سبور اوفيسيال سبور اوفيسيال هذا اوكي الدراري اللي كيتفرجوا فينا ديروا عندكم بحث تقلبوا لي على تشيس بوكس باش شخص ديروا لي في لي كومونتير وحنا دابا غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو لا لا شو لا صبر بغيت نقول واحد الحاجه اصبر اصبر بغيت نهضر الصوت على الامامه فيت في على البركه بركه لا 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 ما نسيتش بغيت نفعل لا لا اشوف صافي سلمى سالا بغيت نقول لها تدخل ممشي في حالي الصاد الامامه ما سبور ما والو واكثر سبور نو برين كاين في العالم يلاه تهلاو مالك اصاحبي شنو هو حيوانات كي الدار في وسط تخربا يا